السلام عليكم ورحمه الله اذا هنا في هذا الفيديو غنوضح غير البروغرام ديال لا سيري ديالنا الثانيه ان شاء الله ديال الدرس الثاني ديريفاسيون ايتو دي فونكسيون اللي عندكم ان شاء الله هذا العام بيان سور بالنسبه للتلاميذ دوزيام باك بي سي اس في تي بالنسبه لكاين تمارين تطبيقيه زيز دابليكاسيون غنخدموا ليكزيرسيس 1 اي 2 باس 124 ديروا معايا ليكزيرسيس 9 13 16 17 125 و 126 Exercice 21 passe 127, 24 25 passe 128, 32 passe 129, 38 page 130, 44 passe 131, 50 passe 132. vous n'avez pas les exercices perfectionnements, vous allez faire un seul exercice qui est complet. Exercice 53, page 133. Bien sûr, vous allez vous faire a exercice de la faire un exercice de la faille, vous allez vous faire un exercice D'accord Donc, vous allez vous faire un exercice Uh, قبل ما نديرو لا سيري غنعطيكم البروغرام ديال لي زيكزيرسيس اللي غنديرو ان شاء الله uh, بالنسبه لهاد الدرس هذا الدرس مهم داخل فليتي دو فونكسيون الدرس الاول ليميت كونتينيتي وهاد الدرس ولي سويت هادو كاملين داخلين في الدرس ديال ايتي دو فونكسيون حيت في الوطني ان شاء الله غيعطيوكم آه، 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 واحد لا فونكسيون غتقراو ان شاء الله من بعد فونكسيون اما لا فونكسيون ال ان ولا فونكسيون اكسبونسيال هادشي كامل شفتو في الدوره الاولى تحاولوا تطبقوا عليه صافي دونك هادشي اللي كاين في هاد الفيديو آه ما تنساوش بيان سور تخليو التعاليق ديالكم اشتركوا في القناه لان ان شاء الله مازال غنديروا ان شاء الله بزاف د الحوايج اه غنحاول ما امكن افونسي علاش لان باش نكملوا بكري غنبدا ندير معكم ان شاء الله دي ريفيزيون قبل ما ان شاء الله قبل من الوطني اه عديدي بزاف د لي ريفيزيون كاين اللي كيبغي يدير ريفيزيون بحال هكا قبل ما يدير الوطني ان شاء الله باش يشوف المستوى ديالو شكرا والى اللقاء